أعطى وزير الطاقة مصطفى قيطوني إشارة إطلاق مشروع إنجاز أنبوب غاز بطول 200 كيلومتر الذي يربط العريش في تلمسان بولايتي النعامة وعين تيموشنت. هذا المشروع سيدعم صناعة الغاز في الجزائر. ومن جهته أكد المدير العام لسوناتراك عبد المؤمن ولد قدور بأن سوناتراك تسعى لبلوغ مكانة هامة دوليا من خلال الاستثمار في هذه المشاريع. أنبوب غاز بطول 200 كيلو متر أعطى إشارة الانطلاق في إنجازه وزير الطاقة والمناجم مصطفى قيطوني، ويربط الأنبوب ولاية تلمسان بولايتي النعامة وعين تيموشنت، وهذا لدعم صناعة الغاز في الجزائر حسب الوزير. سيسمح هذا المشروع بخلق مناصب شغل جديدة، مناصب شغل جديدة لفائدة إبناء المنطقة، وهذا يبشر بالخير ويؤكد بأن بلادنا وبفضل السياسة الحاكمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية ستسير في الطريق الصحيح. هذا وكشف المدير العام لسوناتراك عبد المؤمن ولد قدور بأن سوناتراك تسعى لبلوغ مكانة هامة دوليا من خلال الاستثمار في هذه المشاريع، داعيا الجميع لتكثيف الجهود من أجل ذلك. L'année prochaine, on veut que Sonatrach soit parmi les 5 meilleures entreprises du monde dans le domaine du pétrole et du gaz. Et pour cela, on a besoin de tout le monde. On a besoin des gens, on a besoin des maires, on a besoin des élus, on a besoin des syndicats, on a besoin des wali, on a besoin de tout le monde. تعزيز التنمية الوطنية هو الهدف الرئيسي في مثل هذه المشاريع حسب ما أكده وزير الطاقة، وقد تم التعاقد مع العديد من الشركات الوطنية لتسليم المشروع في أجله المحدد.